اهلا ومرحبا بكم في هذا العدد الجديد من كانيا مكان. في الحلقه ديال اليوم قطار كانيا مكان وصل للنسخه 2013 بجنوب افريقيا لتعرف عوده الكاف الى اعتماد السنوات الفرديه في تنظيمها للكان. هي النسخه اللي غادي تعرف المشاركه الثانيه على التوالي للمنتخب المغربي بعد دوره 2012 وصول الاطلس اللي كانت فشلت في تحقيق هدف التاهل للدور الثاني مره اخرى، في المقابل اقتنص اللقب المنتخب النيجيري. خليكم مشاهدينا الكرام مع فقرة فلاش باك. بعد قرار الكاف إعادة الكان إلى السنوات الفردية، جاء دور ديال التنظيم هذه المرة على جنوب إفريقيا. عام واحد فاصل بين نسختي 2012 و2013 جعل نظام التصفيات يقتصر هذه المرة على مباراتي ذهاب وإياب، وأوقعت القرعة الأسود أمام منتخب موزمبيق، وكانت مباراة الذهاب انتهت بسقوط المنتخب بهدفين نظيفين، شيء اللي عجل برحيل المدرب إيريك غاريت وتعيين رشيد الطوسي محله. الطوسي اللي أفلح في قيادة أسود الأطلس إلى النهائيات بعد سحقه في مباراة الإياب للموزمبيق برباعية نظيفة بمراكش. طوسي حاول يمزج ما بين اللاعبين المحترفين في الخارج ولاعبي البطولة، وبدأ المنتخب المنافسات أمام أنغولا وتعادل معه سلبيا، وفي المباراة الثانية تعادل بهدف لمثله مع الكاب فير، في حين كان المنتخب المغربي في المباراة الأخيرة الحاسمة في حاجة للعزف على نغمة الانتصار أمام صاحب الأرض والجمهور البافانا بافانا منتخب جنوب إفريقيا. ورغم أن الأسود افتتحت النتيجة عن طريق عصام العدوى مبكرا، إلا أن الحظ عاند أسود الأطلس وخرجوا متعادلين في آخر الأنفاس مع جنوب إفريقيا بهدفين في كل شبكة ليخرجوا مجددا من دور المجموعات بعد فوز الكبير في الدقيقة الأخيرة على أنغولا بهدفين لواحد. أما لقب الدورة فعاد للمنتخب النيجيري اللي هزم بوركينا فاسو في اللقاء النهائي بهدف وحيد. ضيفنا لهذا العدد من عالم التدريب هو إطار مغربي اللي ارتبط الاسم ديالو بشكل كبير بالثلاثية التاريخية اللي حققها المغرب الفاسي في العام 2011. ضيفنا أكيد عرفتوه هو رشيد طوسي، المدرب الأسبق للمنتخب المغربي. رشيد طوسي اللي لعب لأندية اتحاد سيدي قاسم والجيش الملكي تسلم في 2012 مفاتيح المنتخب من السلف ديالو إيريك غاريت، واللي نجح في تأهيل الأسود إلى كان 2013 في جنوب إفريقيا بعد ديك المباراة الشهيرة في مراكش ضد الموزمبيق، لكن الحظ عكسه في النهائيات بالإقصاء مبكرا منذ دور المجموعات. تجربة طوسي رفقة المنتخبات الوطنية ما توقفتش عند المنتخب الأول، حيث سبق ليه أنه قاد المنتخب ديال الشبان للفوز بكأس إفريقيا للأمم عام 97 وبلغ ربع نهاية كأس العالم للشبان ماليزيا. خليكم مع شهادة رشيد الطوسي. يعني الحصان الأسود آنذاك كان هو الكاب فير، والكاب فير اللي كان الكل كيظن بان غادي يقدر يجتازو، كان هو فريق انذاك فريق قوي، هو اللي فاجانا في المباراه الثانيه اللي جانا، وكنا انتصرنا في المباراه الثانيه كنا غنمشيو بعيد، لان انغولا كانت انذاك المباراه الاولى خرجنا فيها يعني متعادلين، ولكن المباراه الثانيه اللي كان خصنا ننتصروا فيها اظن بان الهدف المباغت اللي جانا ورجعنا بقوه في الشوط الثاني، لان ما كناش في مستوى في الشوط الاول، في الشوط الثاني رجعنا بقوه واظن بان سجلنا وكنا قابقون التسجيل، ولكن المباراه الاخيره ادينا من احسن المباريات، الا انه النتائج هي اللي ما حلفتناش، لان كون جات النتائج كنا غنمشيو بعيد، واظن بانه كان هناك جانب تكتيكي اللي جد مهم واللي على اثره كنا كنستطيعوا باش نسجلوا، وصعيب باش تسجل علينا اهداف. اللهم الاخطاء اللي دارت بالنسبه لي وكنعتبرها اخطاء فرديه واللي على اثرها استقبلنا اهداف، خصوصا المباراه اللي اظن بانه حتى واحد ما هضمها والجمهور المغربي ككل، وحنا اول هو المباراه ديال جنوب افريقيا. المباراة الأولى ضد أنغولا أظن اللي عطينا أنغولا أكثر من الحجم ديالو، وأنغولا كان يمكن في المجموعة أضعف أضعف أضعف, أضعف منتخب، والعكس بأنه الفريق ديال كاب فير اللي كنا قلنا غيكونوا من هو اللي يكون بالنسبة لنا الحصان الأسود اللي يقدر أي فريق يجتازه، يعني خرج لينا كما تقولوا من الجن، خرجنا من الجن وتظهر لي بانسان ندما هو كنا الوقت اللي اظن بانه هادشي كدار في كره القدم حاليا، الوقت اللي عرفنا راسنا بانه سجلنا الهدف الثاني ضد اللي ندمت عليها، سجلنا الهدف الثاني كنا جنوب افريقيا كنا يعني نسدو وما نبقاوش نغامروا الهجوم.
هادشي كلشي كان غير صحيح، لانه كان واحد المعسكر في المستوى العالي. مشينا شهر جنوب افريقيا ولا مشكل وقع ما بين اللاعبين وما بين اي عضو من الاعضاء، بالعكس كان هناك واحد انسجام واحد تجانس، وكانت خرجات اللي تبينت وشافها المغربي، خرجات اللي خرجنا لسفاري درناهم، خرجات اللي درنا معدوبات عشاء خارج هذا. فشهر باش تكون دير معسكر وما يقع حتى مشكل، فهذا شيء جد مهم. اغرب حاجه هو يتسجلوا لي جوج الاهداف بنفس الطريقه ضد جنوب افريقيا، ما نتقبلهاش. نقدر كما تنقولوا حنا راه فرق بين الغلطه وبين الخطا. الغلطه مسموح باش دير غلطه، ولكن غلطه تنقولوا حنا اللي ما تكررش، ولكن ملي كتولي غلطه كتكرر اش كيولي خطا، والخطا كتادي الثمن ديالو غالي جدا. الخطا هو تسجلوا لنا جوج الاهداف بنفس الطريقه، هنا بقات حسره وبقات اسى، لانه تقدر يعني كما تنقولوا تصفى انت في مره، ولكن ما تصفاش جوج ديال المرات وفي نفس المباراه، واللي مباراه عندها اهميه كبيره وكبيره جدا بالنسبه للمصير ديال المنتخب الوطني، بالنسبه للمصير ديالي انا كناخب وطني. ان شاء الله نمشيو بعيد، لانه شفنا اللاعبين ديالنا اللي وصلوا الكؤوس اوروبا للنهائيات واللي في حالات ديالهم جيده، وخصوصا البلاي ميكر ديالنا صانع الالعاب ديالنا حكيم زياش. فملي كنذكر هذه الاسماء كذلك المعنويات باش جايب للهنده، هو حرص على الكاس وحرص على البطوله في غلطة سراي في تركيا. اظن بانه كذلك الحراسة المرمى، وبالرغم من السقوط ديالهم ولكن حارس بونو كان هناك يعني النديه كذلك من اجل المراكز، الحارس بونو في المستوى الجيد جدا. كل لاعبين يعني مرتاحين، اللاعب بن عطيه حاليا اللي مر يعني البطوله الخليجيه، والبطوله الخليجيه ما بقاتش سهله لا في قطر ولا في السعوديه، اصبح يعني مستوى عالي جدا. انا عاد كنشوف البطوله ديال 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 كاس العالم، المنتخب السعودي راه انتصر على منتخب قوي، فتظهر لي بانه البطوله الخليجيه اصبحت بطوله قويه جدا. واللاعبين ديالنا الحمد لله اظن بانه لا المرابط ولا بن عطيه ولا في حراسه المرمى ولا نبيل درار ولا حكيمين اللي راجع ان شاء الله مزراتي وحكيم زياش بالهنده واحمدي، كلهم مستعدين ان شاء الله باش وخصوصا كما قلت بان هناك جيل اللي غادي تنتهي، اظن بانه ان الاوان باش يحقوا لنا لقب اللي كنا متعطشين ليه وكنتسناوه منذ 76. وهكذا نكون وصلنا مشاهدينا الكرام لنهايه هذا العدد من كان يا مكان. العدد القادم غنواصلوا معكم الرحله، وهذه المره مع دوره 2015 واللي انضمتها غينيا الاستوائيه، ومع ضيف جديد من اساطير كره القدم المغربيه محمد تيموني. الى اللقاء.